لا للمنتجات العسكريه ظهور الحليب في لاتيا مصر منظمه مؤسسه دول خمس اخوات وانا عارفهم يعرفوني جيدا. انا بدخل معهد فيفا طيبين مش عايزين ده اساس التكوين اساس الامتحانات تكوين حتى الناس بتنزل هم ناس طيبين لكنهم لا يعرفون الامور بشكل كامل. فاحنا نريد ان نبدأ نخش على التحرير اللي هم يعني تم تضليلهم في فيفا ان هم يعودوا مره اخرى واحنا بنثبت احنا بنصر باذن الله تعالى في وعي شعب مصر وفي مخ شعب مصر ان هو يستطيع ان يقيم الاوضاع في الوضع الصحيح. دعونا للمليونيات الشرعيه الاجابه الصحيحه بمصر دعت لذلك جميع القوى الاسلاميه الهيئه الشرعيه للحقوق الاصلاح الجامعه الاسلاميه للدعوه الصحيحه في اسكندريه جامعه الاخوان المسلمين. تمت المفاوضات في هذا الامر واخرنا تاخير المليونيات الشرعيه اليوم الجمعه القادمه ان شاء الله في نادي التحرير على امل ان تكون الاوضاع قد خفت في التحرير. احنا مش عايزين نعمل معركه مش عايزين نتخانق ودايما التحرير ده بتاعنا كلنا زي ما البلد بتاعتنا كلنا. لكن المشكله ان في فريق هو الاقليه يريد احصاء الاكثريه. احنا ما بقولش الاكثريه هم الاسلاميين فقط، انا بقول الاكثريه هو شعب مصر المسلم العظيم هو اللي كلمته النهارده. ان شاء الله من النهارده للجمعه القادمه لن تكف الفعاليات ولن يكف التصعيد. مساله المبادئ الحاكمه او مبادئ الدستور هذه قضيه غير موجوده في ايدي في الدستور بس في العالم. انا اريد ان يعرف جميع المشاهدين وجميع من يسمعني الان يعرفوا حقيقه اوضاع التجربه. الفقهاء الدستوريين كلهم زي سوق صالح زي الشفر في الجيش وغيرهم الفقهاء الدستوريين في مصر حتى بعض الليبراليين العلمانيين بيقول ان مفيش حاجه اسمها فوق الدستوريه بهذا الشكل. بهذا الشكل اللي شرحه اللواء الرويني في حديثه مع مصطفى بكري. اللواء الرويني في كلامه مع مصطفى بكري قال ان دي بتنظم علاقه الحاكم بالمحكوم وبتنظم المساحه السياسيه الموجوده في البلد وعلاقه السلطه ودور رئيس الجمهوريه. يعني اذا هي مبادئ دستوريه مش فوق دستوريه. وليس هناك دستور مرن او جامد وخبراء السياسه يعرفون ذلك الا وهو قابل للتشكيل. انما المرونه او الجمود بتكون في اليه التغيير. فما يعملش قواعد يعملها قواعد عليا مقدسه لها قدسيه لا يستطيع ابدا احد انه ايه يحرمها او يغيرها. انما فيش غير كده غير شريعه ربنا بس. شريعه ربنا بس هي اللي مش حد يقدر يتكلم فيها. لكن مبادئ حاكمه فوق دستوريه بعد كده يحكمني بها ويقول لي لا دي اللي موجوده تعملها فئه قليله يبقى كان هو عمل الدستور بنفسه بدون استفتاء قبل الانتخابات وهيضحك علينا بعد كده يقول لنا اعملوا الدستور براحتكم بعد الانتخابات بعد ما يكون حدد في المبادئ الدستوريه اللي هي فوق الدستوريه او غير الدستوريه دي هيكون حدد فيها مين اللي هيكونوا في اللجنه عشان ما تبقاش بنسب تمثيل الشعب المصري اللي هيكون في البرلمان ومجلس الشعب. وهيحدد ايه الحاجات اللي هنغيرها وهنغير ايه وهنغيره ازاي وايه اللي مش هنغيره. يبقى معنى كده قيمه اللي هيحصل بعد كده ايه؟ معنى كده ان التعديل الدستوري اللي هيحصل بعد كده لن يكون تعديلا حقيقيا. بناء الدستور الجديد لن يكون بناء حقيقيا. وكل المقصود من هذه اللعبه هو تغيير هويه البلد وازاله البند الثاني من الشريعه. وانا بقول طالما هذه البلد تضخي فيها اسلام ومسلمين لن يتم هذا الكلام ولن يحصل. الدساتير الجامده والمرنه كلها قابله للتغيير. مفيش حاجه اسمها فوق دستوريه. المجلس العسكري اللي بياخد صلاحيات رئيس الجمهوريه النهارده عشان يكلف لجنه دستوريه واخد الصلاحيات دي مني ومنك ومن الجميع لان احنا اللي ادينا له الصلاحيات دي يوم التعديلات الدستوريه. قبل التعديلات الدستوريه يوم 9 مارس من ساعه ما مبارك مشي كان قبلها بشهر لم يكن للمجلس العسكري سلطه ولا صلاحيه ولا شرعيه. الشهر ده ما ادالوش الشرعيه غير احنا اللي ادالوش الشرعيه. النهارده هو بينزع الشرعيه دي فئات فيهم. انا ما بقولش كل المجلس العسكري. في معونات جت للمجلس العسكري زي ما معونات جت للدوله. ونحن لن نسمح ان تتحكم المعونات في مصيرنا ومصير ابنائنا. سيكتب في بطاقات الهويه لابنائنا سيكتب فيها مسلم الهويه مسلم رغم انفه. شكرا.